السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. انتصار المغرب اليوم على البرتغال والبارح على ولاد برقعة والبارح على بلجيكا ماشي مجرد انتصار في كرة القدم، بل هو بداية صفاقة الإمبراطورية المغربية. المغرب اللي في هذه البطولة قدر يوحد العالم على التشجيع دياله، مسلمين ويهود، مسيحيين وحتى بوذيين، مقاطع وصور الفرحة ديالهم بلوكات مواقع التواصل الاجتماعي. دعاية واخا تخسر عليها الملايير ما ديرش هاد الخدمة الربانية النقية. المغرب قدر يدير داكشي اللي ما دارش القمم العربية والإسلامية من نهار دارت. كلشي هاز الراية وتغوت المغرب المغرب، خلات النفوس طيبة بالفرحة كتمنى تكون مغربية، والحاقدة غتموت بالفقصة وتفرق عليها المرارة. المغرب كان ومازال بلاد المؤتمرات العربية والإسلامية، مغرب المرابطين والموحدين اللي اعتقل الأندلس من السقوط في براثن صراعات ملوك الطوائف وهجمات الفرنجة والصليبيين، مغرب معركة الزلاقة وواد المخازن وأنوال، بلاد الرجولة ديما خدام من أجل وحدة الصف، شعاره رابح رابح بالأقوال حتى في المشاريع ديالو، بحال المشروع الفرعوني ديال أنبوب الغاز اللي غير ب13 دولة، وماشي دول من أوروبا ولا آسيا، دول إفريقيا الفقيرة. علاش لا؟ والمغرب أرفع من إيقاع التنمية باش يلحق بالعالم الأول، وبدأت يصنع طيارات والدرونات وقريبا طنوبيل مغربية 100%، وأحسن حاجة دار تغطية صحية لكاع الفئات ديال المجتمع وسبيطارات كتبنا في كل بلاصة. في الوقت اللي العالم تيتقاتل على القمح تيجيبوه المنتجين ليه حتى لعندو، حيت روسيا وأوكرانيا واقفين بسبب الحرب والصين حبسات التصدير ديالها، يعني بقى غير المغرب بوحدو في الساحة، لدرجة أن أعداء الأمس بحال المكسيك جات كتبوس اليدين بعد ما لقات منين تشريه، وغتبعها كاع أمريكا اللاتينية. هاد الإيقاع المرتفع خلى جيران السوء تيولولو بالحسد والفقصة، وهما تيشوفوا المغرب هرب عليهم في كاع المجالات، وولات ينافس مخابراتيا كاع أوروبا مجموعة وبعقول مغربية، الريوس ديالها كانت حاضرة في قطر في المنصة الشرفية. هذا في الوقت اللي بوزبال كان كيتبندر في المنطقة العازلة، حيت الكبرانات كانوا تيصيفطوهم للموت صحة لعل وعسى يبقاو في المجتمع الدولي. سعى المجتمع الدولي آخر حاجة غيسوق ليها في الظروف الحالية هي بوزبال، حتى من ألمانيا اللي كانوا مولفين يديروا التجمهر ويعلقوا الخرقة ديالهم فيها قطعت عليهم الموضة ومنعتهم يتجمعوا، وقالت لبن بطوش اللي كانت يحلم يمشي لعندها تجي نشدك، وفي الاخر تجمعوا على شاف بارتما ديال ديور السوسيال بحال اللي تمام ساكن. داكشي علاش المغرب رمى ألمانيا حلوة وحرر ليهم هذيك الرهينة ديالهم اللي كانت مشدودة في مالي. أما الأمم المتحدة فما غادش تخلي المغرب اللي مطاكي عليها الصاد في إفريقيا وكيتحارب بسميتها والدور جهة بوزبال والكابرانات. حتى منو غوتيريز اللي ولا تيجي للمغرب كثر من رئيس الفيفا قال المغرب بلد السلام، وضرب هادوك المليون بلاغ عسكري ديال الكابرانات والوكالات ديالهم في الزيرو، وما بقى والو، ويعلن بوزبال منظمة إرهابية وتحبس في تندوف بعد ما صافي سالات الحفلة وما بقاتش شي حاجة سميتها المناطق العازلة. قطر أرض مباركة بالنسبة للمغرب وفيها الخير على الرياضة المغربية، فيها يونس العناوي دا الدوري ديالها وبيه تربع على التصنيف العالمي قدام فيديرير ونادال وأغازي في إنجاز غير مسبوق لإفريقيا والعرب، وفيها الراجة دا السوبر والعداء البقالي خد اللقب الدوري الماسي وحطم الرقم القياسي العالمي، ولا عزاء للحاقدين واللي فيهم مغربانيت عقولهم معمرة بتيليكوموند الله وعلم فين، حيت في وسط الفرحة ديال المغاربة بغاو يتظاهروا وباش بأعلام كوبية شيوعية. مشى زمن الرجولة بحال زمن المنصف المرزوقي اللي 20 عام ديال الحبس في تزمامرت وفي وقت الحرب غتلقى حداك، ماشي بحال اللي كاري حنكو واللي تيمثل غير راسو وصحابه. أما الشعب مني تيخرج راه كتوقف الحركة، هاد الشعب اللي الحمد لله تيفرق بين النحلة والدبانة ديال البطالة. مباراة اليوم بين المغرب والبرتغال ومن قبلها المغرب والإسبان ماشي مباريات ديال 90 دقيقة بأشواطها الإضافية في منافسة مونديال ديال قطر لكرة القدم، بل هي مباراة ديال أكثر من 900 عام دخلتنا بأحداثها الأسطورية في نفق الزمان كتذكرنا بأحداث الماضي المجيد،
واللي كيتعاود دابا. مباراة اليوم كانت حامية الوطيس، ارتفع فيها صليل السيوف مع صهيل الخيول وقرى الطبول، وهتاف الجمهور بسير سير سير على الله مراكم أمة كتسنى الإعلام يتهز ويترشق في قلوب الأعداء الحقادة. انتصار المغرب على البرتقيز ومن قبل منهم القشاليين والبلاجكا أعظم انتصارات العرب والأفارقة في تاريخ المونديالات من نهار الدارت وبدات في الأوروغواي في 1930، وتاريخ المونديال راه كاين في البلاي ليست اللي بغى يسمع أحداث عمرو سمعها. الانتصار على القشاليين خلانا نسمعوا بكاهم من طنجة بحال إلا تيبكيو على هزيمة معركة الزلاقة بين جيش القائد المغربي المرابطي يوسف بن تاشفين وجيش ألفونسو السادس ملك قشالة في 3 أكتوبر 1086. أما الانتصار على البرتغال فهذه معركة واد المخازن ملحمة من ملاحم الإمبراطورية العظام واللي الانتصار فيها دار البوز في العالم في ذاك الوقت، وعطى المغرب هيبة كبيرة وصل الأمم بحال الانتصار ديال اليوم اللي خرج فيه العالم كامل فرحان تهلل بسمية المغرب بعد ما وصل النصف النهائي في إنجاز غير مسبوق. كما سمع سابقا بالانتصار في ملحمة واد المخازن اللي في ذاك الوقت كاع المسلمين في الدول الإسلامية خرجوا للشوارع تهتفوا باسم المغرب. المغرب دك في ملحمة الأراك الحصون تيكي تاكا الأفقية القشالية، ودك دك التكتيك العمودي ديال الإمبراطورية البرتغالية تحت شعار النصر ولا غالبة إلا الله. أما جيوش البرتغال اللي تلقات الدعم الأوروبي والخبراء الإسبان فبغت تغفلنا، والملك ديالهم دون رونالدو كان بغى يبان ويرجع الأمجاد ديالو على ظهرنا ويخليها للتاريخ، ساعة دفناه في قطر كما دفنا الملك ديالهم دون سيباستيان في القصر الكبير. في معركة الزلاقة القشاليين كتشروا في صحافتهم من مقالات الاحتقار والاستصغار، وكان الجواب ديال الإمبراطورية المغربية الصمت حيث الرد غيكون في الميدان. كان حاضر ضمن الحضور والجماهير المغربية في القاعة الشرفية طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين والمنصور الدهبي، حس بهم مدرب البرتغال سانتوس، حتى قال في مؤتمر قبل المباراة هادو تيلعبوا من أجل بلادهم وجدودهم خاصنا نديروا بحالهم. لكن الخطة كانت محكمة ومتقنة، حسمت المعركة، حسمتها وسط هتافات الجمهور وتنهيدات الحضور. بدأت المعركة في أجواء حماسية متوترة، الشوط ديالها الأول عبارة عن مواجهة تكتيكية مقفولة بحال شي صندوق أندلسي فيه الكنز. جيوش البرتغال بدرت بالهجوم وبغت تسيطر على اللعب والملعب، لكن هيهات بعد ضغط وكر وفر يحيى عطية الله غينطلق بحال الرمح وغيسدد كرة عرضية في عمق المرمى البرتغالي، غيتهز الناصيري ويدخلها براسه ويكون أول من سجل في الجيوش المغربية هدف في دور الربع النهائي. غيت سجل الهدف تحركات الكرة الأرضية بفضل اهتزاز الجماهير العالمية في لحظة من الخيال العاطفي. سالت الجولة الأولى والقائد الركراكي لملم الصفوف وعطى تكتيكات الجولة الثانية الحاسمة ديال نكون أو لا نكون. بدأت الجولة الثانية وشعلت فيها الإشارة من جديد بحال شي جمرة في ليل قطر في طقس مونديالي عجيب. تصاعدت الأحداث وتصاعد منسوب استحواذ البرتغال على الكرة، ولات منطقة المناورات غير في وسط الميدان. الضغط على المغرب غيتزاد خصوصا بعد دخول ملك البرتغال يحارب بنفسه وإصابة قائد الجيش المغربي سايس اللي ما قدرش يكمل المعركة بعد ما عطى شارة القيادة لزياش. زياش اللي بدوره غيتصاب في المعركة وغيضطر يخرج منها. فهذيك اللحظة الحارس بونو غيتذكر جدوده وغيبني سد غير بوحده، واعتقل جيوش المغربية من شحال من ضربة قاضية حتى وصلنا لبر الأمان وانتصرنا في هذه المعركة التاريخية. اليوم المغرب تعيش لحظة استثنائية غتكتب في سجلات التاريخ كونه أول بلد إفريقي وعربي توصل نصف النهائي بعد ما تألق وتربع في المجموعة ديالو وتجاوز القشاليين والبرتغاليين أبطال العالم وأوروبا السابقين بكاع الشهرة والخبرة والنجوم اللي عندهم، وخطف الأضواء وحب الجماهير العالمية بداية من المدرب وليد الركراكي اللي قبل التحدي بقلب من حديد قبل شهرين فقط من بداية المونديال، وقاد الأسود الإنجاز غير مسبوق خلى خاليلوفيتش تبكي على الصحافة العالمية وتيقول عيب وعار الركراكي في قطر وأنا في باريس تحت المطار. تألق كان كذلك اللاعبين بمن فيهم هادوك اللي كان جرى عليهم وحيد القرن، لكن أكبر المتألقين كان هو الجمهور
الجمهور اللي بالترعب في قلوب الأعداء، لا الجمهور اللي كان حاضر بالتشجيع والهتافات، ولا اللي ورا التلفازة بالدعوات، حتى تحقق الحلم المنتظر بعزيمة روح الفرسان الشجعان اللي قهرت المستحيل وخلتها متورخة في التاريخ. فهانئا لنا كاملين بهذا الفوز اللي عمر العالم غينساه، خصوصا الأوروبيين. دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد. تحياتي.